استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مجلس سموه بقصر الوادي رئيس مجلس إدارة منظمة المدراء الشباب ميناء فرع الشرق الأوسط قطب دادباي والوفد المرافق له. وخلال اللقاء رحب سموه بضيوفه الكرام وأشاد بالدور التي تقوم به المنظمة مؤكدا سموه ما توليه مملكة البحرين من توفير ما يتطلب لدعم الشباب على الصعيدين القيادي والإداري. وأشاد سموه بالشباب البحريني المنظم لمثل هذه المنظمات التي تزيد من خبراته وتواصله مع المجتمع الدولي. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باختيار مملكة البحرين كمركز إقليمي للمنظمة، ونوه سموه بأن البحرين ترحب بمثل هذه المنظمات الدولية التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع المواهب الشبابية وتوفير فرص استثمارية للشباب من خلال المنظمة. وخلال اللقاء استمع سموه لحديث رئيس مجلس إدارة منظمة المدراء الشباب ميناء قطب دادباي عن أهداف المنظمة ومتطلبات الانضمام إليها. وأعرب سموه عن تقديره لرئيس مجلس إدارة المنظمة والوفد المرافق على زيارة مملكة البحرين. من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة المنظمة بأن المنظمة تقوم بالإعداد لزيارة أكبر وفد بتاريخ المنظمة لمملكة البحرين، حيث سيكون العدد 200 من رجال وسيدات مختصين بالأعمال في أبريل عام 2019. وتعتبر منظمة المدراء الشباب منظمة معنية بكبار الإداريين التنفيذيين من الشباب بكافة دول العالم، ومقرها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف تتخذ المنظمة مملكة البحرين كمقر إقليمي لها بمنطقة الشرق الأوسط، وتتواجد المنظمة في أكثر من 130 دولة، وعدد الأعضاء يفوق 24 ألف عضو، ويبلغ إجمالي دخل شركات الأعضاء سنوياً ما يقارب 6 تريليونات دولار.